أولا نشكرك على الدعوة هذه. أنا نور الدين زنان، سائق مهني لسيارة أجرة من الصنف الثاني، يعني تاكسي صغير تاكسي صغير بني ملال. ببني ملال، انطلاقة بني ملال. دعوة درتها في المحكمة الإدارية. هذه الدعوة كانت بناء على واحد الواقعة كانت وقعت في تاريخ تقريبا 13/10/2017. كان تم سحب رخصة الثقة مني اللي تنسوق بها سيارة أجرة ببني ملال من الصنف الثاني. رخصة الثقة خديتها بناء على واحد الإعلان كانت أعلنت عليه بشوية بني ملال من أجل اجتياز مباراة الحصول على رخص الثقة سنة 2008. تقدمت بالملف ديالي، كنت تقدمت به سابقا. من بعد ما تم استدعاء ديالي دوزت امتحان أمام اللجنة المكلفة بالأسئلة الشفوية، ومن بعد دوزنا امتحان تطبيقي في المنطقة الصناعية كما هو معروف، في المكان اللي تدوزوا فيه رخص السياقة، اللي تم امتحان ديال رخص السياقة. الحمد لله نجحت بجدارة واستحقاق. من بعد سلمت رخصة الثقة وليت خدام. هاد السحب ديال رخصة الثقة كانت سحب ليا من عند السيد ضابط البوانتاج، يعني مصلحة تنقية لسيارة الأجرة من الصنف الثاني. من بعد قال لي خاصك تطلع للبشوية، لأن راه جاتنا تعليمات من تما بناء على واحد الاجتماع كان ديال الأعضاء ديال المجلس التأديبي، يعني من البشوية النيس قضى بسحب رخصة الثقة. فعلا انتقلت للبشوية من أجل الاستفسار على الموضوع. تنتفاجأ بأن هناك شكاية مقدمة من عند بعض السائقين المهنيين اللي هما أعضاء نقابيين. هاد الشكاية حاولت نسول على شكون الأشخاص اللي داروا لي هاد الشكاية، ما توصلش ليهم. حاولت أن نرجع رخصة الثقة ديالي ولكن دون جدوى. تمت مساومتي من أجل باش ننسحب من واحد الجمعية كنت فيها، ومن بعد باش نتقدم بواحد التنازل على واحد الشكاية كنت دايرها ضد هذوك الأعضاء النقابيين. في الحسابات على راسي وعيني، ولكن باش تدخل الإدارة تكون كطرف في حد في هذه القضية وتكون هي مع واحد الشخص اللي هو داير لافوت وظالمني، ويجي يقول لك لا تنزل ليه ونعطيوك الارض ولك البيرمي ديالك، فهنا راه يعني الاداره اللي كانت الاداره هي اللي غادي تحمي الحقوق ديالنا وتجي هي توقف مع الظالم وتجي تبتزني. انا ابتزاز ما عمري ما مشيت فيه في حياتي، فانا مشيت في حالتي من تما تسد لي الباب في وجهي ديال الاستقبال في البشويه. بديت نقوم باجراءات عند السيد الوالي، طلبات وشكايات من 13/10/2017 حتى تقريبا شهر جوج 2018. مشيت المحكمة الإدارية، طالبت المساعدة القضائية، يعني محامي بالمجان. بالفعل أعطاني محامي. المحكمة الإدارية في الدار البيضاء. في الدار البيضاء أعطاني محامي بالمجان الحمد لله. تقدمت بمقال بتاريخ 30/4/2018 من أجل إلغاء قرار ديال أعضاء المجلس التأديبي اللي صدر في البشوية. وفعلا من بعد جلسات ومن بعد ما المحامية ديالي صورت لي الوثائق اللي دلت بهم البشوية أو الإدارة تم في المحكمة الإدارية، تما بديت نعرف شكون اللي دار بيا الشكاية. تخيل من 2017 حتى 2018 عام ونص تقريبا، عاد باش عرف شكون هما الأشخاص اللي داعيني أنا. والصدمة الكبيرة كانت هذوك الأشخاص من ضمنهم أشخاص اللي أنا كنت نتقهوى معاهم وجالس معاهم تضحكوا معايا تقول حنا واقفين معاك نعاونوا فيك، وما راهمش فاكرين بيا. ماشي مشكل، الخذلان متوقع. الشخص يدعي أنه قائد في القطاع، يدعي أنه عضو رسمي، إلا أنه هو ليس بعضو رسمي وليس بعضو ثابت. هو عنده إنابة تجمع بحد واحد الشخص اللي تيقول بأنني أنا اللي هو أمير القطاع في ذاك الوقت، ولكن هو عنده إنابة فقط. هذه الإنابة تجمعه هو واحد الشخص آخر اللي هو تقريبا كان عون السلطة وراه في الحبس كاع. احنا ما بقيناش فاهمين قطاع سيارة الأجرة واش هو قطاع سيارة الأجرة. عنده أمين ديالو على راسي وعيني، عنده نقابات وجمعيات على راسنا وعينينا، ولكن باش تلقى من هب ودب أنه غادي في هذا القطاع وأنه عون سلطته هو كاين في الإنابة، فاحنا فتنظن بأن القطاع حولناه من 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 شغلنا وشي حاجة ديالنا والمصالح ديالنا، تولى يتحكم فينا جهات أخرى اللي هي
مع الأسف راها في الحبس كاع، يعني قطاع سيارة الأجرة قطاع شريف ويتمثلوه أعضاء نقابيين خاصهم يكونوا شرفاء، ولا كانوا جمعويين خاصهم يكونوا شرفاء. كما الإدارية قامت بإلغاء القرار ديال البشوية لأنه فيه تبنى ذاك الإلغاء على سببين. الأول هو ذاك المحضر ديال المجلس التأديبي يتسم بمخالفة القانون، والسبب الثاني هو عيب السبب. شنو هو عيب السبب بالنسبة للقانون؟ هو تقول بأن السيد نور الدين زنان ما كانش السبب علاش وقفتوا على الخدمة هاد المدة كلها. ولو أن المجلس التأديبي كان صدر عقوبة ديال 6 أشهر، إلا أنه بقى عندهم البيرمي تقريبا حوالي 4 سنوات. هنا في هذه اللحظة هذه القانون تعطينا الحق، القانون الإداري تعطينا الحق أنني نتقدم واحد المقال استعجالي من أجل إيقاف تنفيذ قرار إداري. يعني هذا السريان ديال التنفيذ ديال المجلس ديال القرار ديال المجلس التأديبي يوقف. فعلا كانت دعوة استعجالية ما تعطلاش بزاف، دازو فيها شي 3 جلسات كل أسبوع تقريبا. عقب تحكمت لي المحكمة بإرجاع رخصة الثقة إلى حين صيرورت الحكم النهائي، يعني نرجعوا أنا. والحكم ديك الساعة ديال هذاك الحكم الأساسي ديال الإلغاء كان مشى للاستئناف. المحكمة حكمت لي باش نرجع البيرمي نمشي نخدم على راسي بينما يولي نهائي. إلا هو ولا نهائي من أجل خسرت الدعوة ولا نهائي بالخسران، خسر رجع البيرمي للإدارة. إلا أنا بقيت رابح ابتدائيا واستئنافيا ولا الحكم نهائي يعني بالفوز، تبقى البيرمي عندي. وهذا الشيء اللي وقع الحمد لله، الحكم ولا نهائي والبيرمي بقى عندي. رجعته بتاريخ 6 في شهر 5 2021، رجعت البيرمي ديالي. تسنيت الحكم يكون نهائي لان باش تحكم باش تقدم واحد الدعوه ديال التعويض. هذه موضوع السؤال ديالك، راه ماشي غير اضرار، راه توقف على العمل. هذا راه توقف على العمل، راه حوالي 4 سنوات راه مات فيها اللي مات، وكل الطراب ليا وكل الطراب، وجاء لي جوع. علاش انا البشوية طلبت مني انني نتنازل لدوك الاعضاء النقابيين وردوا لك البيرمي؟ علاش؟ لان هذوك النقابه اعضاء النقابيين مشاو داروا واحد الاشهاد تيشهدوا زور في حقي انا لصالح واحد السيد من كازا. هذاك الاشهاد قدمه كانت النيابه العامه تتابع ذاك الكازاوي من اجل النصب وعدم تنفيذ عقد، كان نصب عليا في شي فلوس. وجات النقابه مشات شهدات ليه هو، ملي شهدات ليه انا سحب ذاك الاشهاد من المحكمه، طعنت فيه بالزور بان هذا الشيء اللي تيقولوا فيه راه زور. وفاش عيطت لهم الشرطه القضائيه باش يتصنتوا ليهم، هنا ناضوا حتى هما ناض ذاك الكازاوي وكتب لهم واحد الاشهاد وقليزاه وعطاه لهم حتى هو. يعني تعاونوا تامروا مع بعضياتهم عليا انا، هما عطاوه اشهاد وهو عطاهم اشهاد، شدوا ذاك الاشهاد هما مشاو بلغوه الاداره يعني البشويه. وبناء تم التوقيف عن العمل وسحب رخصه الثقه، علاوه على ان راس الحربه ديال هذا الشيء كله ترجع لواحد السيد اللي هو يدعي انه يخدم مصلحه القطاع، بالرغم من انه يصرع عده مرات بانه باغي الغرق لهذا القطاع، بالرغم من ان واحد نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فايتة تقدمت بواحد البيان من اجل محاربة السائقين المهنيين اللي يحاولوا يسوقوا الطاكسي وهم سكرانين. فاذا بنا تتفاجئوا به هو تيخرج بواحد الفيديو تيقول ما عندكمش الحق تهضروا معاهم، انا اللي قرب لي الشوافرية، احنا بغيناهم يشربوا، احنا بغيناهم يفعلوا. يعني هو تيشجع الفساد يعني عين بين كما تنقولوا، وخاصة أنه فسلت مدة السحب تلقى فسلت مدة السحب تقريبا في شهر 4، فإذا به في شهر تقريبا في شهر 11 تلقى بأن هذا خينا تقدم بطلب للباشا من أجل باش يتم السحب النهائي، ما يردوش ليه البيرمي ويبقى السحب نهائي. وهو في نفسه هو راس الحربة ديال هذا الشيء كلشي اللي تيوقع. هو ما كانش يجلس معايا هو مرة واحدة في حياته جا يطلب مني، قال لي درتي الجمعية؟ قلت له، هو قال لي 50-50 داك الشيء اللي تصوري بالنص. قلت له الجمعية جمعية ماشي هي نقابة. قلت له انتوما كتصوروا الفلوس مايا الله أعلم. قلت له أنا بالنسبة للجمعية، الجمعية عندها القانون الأساسي فيها بالمجان، تنخدموا أهداف نبيلة وتنتعاون مع الناس، واللي عارف شي حاجة تيقضي بها وتيعاون، حنا ما تنشدوش فيها الفلوس، راه القانون الأساسي فيها بالمجان. صراحة أنا رفعت الدعوة في إطار الخبرة، طالبت بالخبير يتعين خبير يحدد لي المدخول اليومي اللي ضاع لي، لان انا ماشي هنايا درت شي حاجة ضربني شي حد وبغيت يعني التعويض على جبر الضرر. ماشي جبر الضرر، هذا تفويت فرصة العمل. هذاك الشيء اللي ما خدمش خصني تخلص لي على اثر هذه المعاناة اللي عانيت انا، بخصوص انني تعاقبت على شي حاجة انا ما دايرهاش. فهو من المفروض يتعاقبوا الناس اللي دايرين، الناس اللي دايرين. كاينه اشاعات تقول بان كاينين الناس ما
ما عندهمش فوندوس يعني ما مدوزينش ديك المباراه اللي مدوزين حنا وهما كاين وهما عندهم بيرميات. بالنسبه ليا انا هاد الاشاعات كاينه الجهات المسؤوله خاصها تحقق فيها تحقق فيها. حنا ما قلناش ليهم راه سير عند فلان ولا فلان وفلان ولا فلان ولا فلان. حنا انا ما بغيتش نشير بصبعي حتى شي واحد، ولكن ما عمر الاشاعه ما تتطلق هكاك ضروري. ما كاين مادام كاينه اشاعه اكيد كاينه شي حاجه تما، والجهات المعنيه بالامر راه لا بغات تعرف راه غادي تعرف. هادشي اللي كاين. من جهه اخرى انا جات واحد المبادره اللي سمعت جات من وزاره الداخليه مشكوره على اساس بانها حنا عندنا فائض من السائقين المهنيين. هادشي اللي كنعاودوا عليه النت تقريبا على حسب ما هو متداول راه كاينه تقريبا شي 3000 سائق مهني بناء على شي 450 طاكسي تقريبا، يعني بزاف. هي اللي سمعت انا جات شي تعليمات من وزاره الداخليه على اساس كوطا، على اساس كل طاكسي تبقى لها 3 سائقين. الا كانت غادي يكونوا 3 سائقين يعني راه خصها تكون في حدود 1300 سائق كاع 1300. هنا سمعت بان كاين شي لجان شي لجنات تدوز في البشويه من اجل تقليص العدد، يعني الناس اللي ما صالحينش يحيدوا. هذه من طبيعه الحال مبادره زوينه يشكر عليها السيد الباشا، اللي انا مازلت ما كتبتش انني نشوفه، ولكن وصلتني خبر بان انسان حازم ومعقول. نتمنى انه يتغلب على هذه المسؤوليه اللي في ظل انه واخا باقي جديد تنتمنى انه يلقى في جنابه اللي يعاونوه واللي غادي يبينوا ليه شحال من حاجه، خصوصا العيوب. لان النجاح مجرد ما تحط في يدك تيبان لك راه نجاح، ولكن اللي خيب هو انك تظن راسك انك تتصلح في شي حاجه في حين تبين لك واحد النهار بان راك كنت مخدوع مع هاد شي ناس ومقرب ليك. خصوصا السيد اللي تدعي خدمة القطاع هو يعني في قطاع سيارة الأجرة دائما يتربص بالبشوية، تحاول على أساس على أساس أنه يبين بأن تحاول يعاون ويصلح. ولكن أنا لا أظن، أنا هذه رسالة البشوية الإدارة اللي هي تعتبر من أولياء أمورنا، نقول لهم احتاطوا كل الاحتياط من ذاك الشخص اللي هو ماشي موظف، هو تابع القطاع تابع سيارة الأجرة ويدعي الإصلاح، ولكن هو راه تيضرب غير على راسه وتيضرب على أشخاص أخرين تيجيبهم معاه تما. أنا من المنظور ديالي الخاص ومن المنظور ومن المنطلق ديال عبارة رخصة الثقة، يعني غير عبارة رخصة الثقة راه فيها راه وزنة بزاف حلاوة. علاش؟ لأنها تتعطى لواحد الشخص اللي هو تيخدم في سيارة الأجرة، قولوا سواء الصف الأول ولا الصف الثاني وموثوق به. هذيك سيارة الأجرة اللي أنا ممكن يدوزوا سيارات بزاف، ما نبغيش بنتي تركب معاهم وما نبغيش مراتي تركب معاهم وما يبغيش أمي وأختي وخالتي، ولكن الطاكسي نوقفها. علاش قلت لك الطاكسي؟ تنعرفوه بأن راه فيه الثقة ومتخلق. يعني أنا كنصيحة نصح بهذيك اللجنة اللي تحرص اللي تخدم على أساس تقليص العدد، اننا تشوف لينا دوك الناس اللي هما الله يعمرها دار واخا ما خداميش، نمشيو حنا نطلبوا نقول لهم اجي تارك الله يعمرها دار اجي تخدم هاد البيرمي ديالك، ما غاديش نشطبوا عليه. انت مزيان بغيناك، ماشي غير اللي ما خدامش مثلا هو اللي غادي نشطبوا عليه. لا ما خدامش نشوفوه ماله، راه ربما يكون ضرب 40 عام ولا 30 عام ديال الحرفه، وربما راه وقع ليه شي مشكل في السلسل ديالو ما عندوش ادنى الحقوق. ماشي نسولو ماله باقي فيك شي ما يخدم، انت راه الله يعمرها دار اجي اللي بغينا.